الحذاء الأحمر، حكاية من التراث الدنماركي. كان يا ما كان، كانت في قديم الزمان بنت تدعى كارين، تعيش مع أمها في قرية نائية. كانت عائلة كارين فقيرة الحال، ولذا فهي مضطرة لأن ترتدي ملابس قديمة وتسير حافية القدمين، وكان لها حلم جميل. حذاء جميل، إنه يناسبني جدا، اللون الأحمر يناسبني كثيرا. لو أستطيع أن أحصل على هذا الحذاء. الحذاء الأحمر كان بالنسبة لكارين أمنية جميلة. لقد تأخرت يا كارين، هل مررت على مخزن الأحذية ثانية؟ نعم. هل جلبت الدواء لي؟ نعم. وتوفيت والدة كارين بعد مرض طويل. وبعد ذلك الحذاء الأحمر. يا للعجب، من أين جاءت هذه المرأة العجوز التي لم ترها كارين من قبل؟ يبدو أنها تعرف ما تتمنى كارين. خذي هذا الحذاء الأحمر، إنه لك. الحذاء الأحمر؟ يا إلهي، إنه يناسبني. شكرا يا سيدتي، شكرا. ماذا؟ أين اختفت السيدة العجوز؟ أين هي؟ أين اختفت السيدة العجوز؟ لم يكن الحذاء الأحمر مناسبا لمراسيم الدفن، ولكن بما أن كارين لا تملك حذاء غيره فقد لبست. وعندما عادت كارين من مراسيم الدفن، أوقفت سيدة جميلة عربتها أمام كارين. لقد أصبحت كارين بعد وفاة أمها تعيسة الحال، واعتقدت بأنها ستكون سعيدة عندما أخذتها السيدة الأنيقة معها إلى بيتها. أنا واثقة بأن لبس الحذاء الأحمر جعلني أبدو جميلة. نعم. وعندما وصلت كارين إلى البيت، طلبت السيدة منها أن تحرق الحذاء الأحمر، وذلك لأن السيدة من عائلة أرستقراطية وتعتني كثيرا باللباس والمظهر. ومرت السنين، حيث نشأت كارين وترعرعت برعاية السيدة التي منحتها كل الرعاية، ولم ينقص كارين أي شيء، وأصبح عمرها الآن 15 عاما. كانت فتاة جميلة جدا. كانت تنظر إلى المرآة وتقول لنفسها: هناك شيء ما ينقصني. الحذاء الأحمر، لو كان عندي حذاء أحمر لأصبحت أكثر جمالا ورشاقة. أتمنى أن أحصل على هذا الحذاء. وفي يوم من الأيام قررت كارين أن تشتري زوجا من الأحذية. وبالطبع اختارت كارين حذاء أحمر. خالتي، اخترت هذا؟ اخترت حذاء أسود، أليس كذلك؟ أنت تعلمين بأنه الأفضل. نعم يا خالتي، إنه أسود. نعم. لقد كانت عيناء السيدة ضعيفة الرؤية، ولم تتمكن من أن تفرق بين لون وآخر، وهكذا انطلت كذبة كارين على السيدة. حذائي الأحمر، أخيرا حصلت عليه. في هذه اللحظة بدأ الحذاء يتحرك دون أن يحركه أحد.
وفي اليوم التالي حضرت كارين مناسبة دينية وهي ترتدي طبعا الحذاء الأحمر. كانت تعلم بأن انتعال الحذاء الأحمر لا يناسب الحدث، سيما وهي تملك حذاء أسود، ولكنها فضلت هذا الحذاء. ولم تنتبه كارين لما يدور حولها من أحداث كالموسيقى أو المراسيم، بل صبت كل تفكيرها في الحذاء الأحمر. وفجأة حدث شيء غريب. ماذا حدث؟ إن قدمي كارين مستمرتان في الحركة إلى أن تمكن البعض من الإمساك بها وخلع حذائها. وعندما علمت السيدة بأن كارين قد كذبت عليها تألمت كثيرا ومرضت. كان ينبغي على كارين أن تهتم بالسيدة العجوز التي ربتها، ولكن يا لها من بنت أنانية، لقد انصب كل تفكيرها في الحذاء الأحمر. لماذا ينبغي على فتاة جميلة مثلي أن تبقى في البيت في يوم جميل كهذا؟ لماذا؟ اليوم سيقام حفل في المدينة، أريد أن أذهب إليه. نعم. وكان في مركز المدينة حفل راقص تصدح فيه الموسيقى. أريد أن أذهب للرقص وألبس حذائي الأحمر الجميل. نعم، مرة واحدة، واحدة فقط. ولم يقف أي شيء أمام رغبة كارين بالذهاب إلى الحفل حتى ولو أن السيدة العجوز تشرف على الموت. وهكذا لبست حذاءها الأحمر وسارت إلى الحفل مبتهجة. وعندما وصلت إلى الحفل حاولت التوقف، ولكن ماذا حدث؟ يا إلهي، ولم تستطع كارين أن تتوقف. يا إلهي، النجدة، النجدة، ساعدوني، ساعدوني. وذهبت كارين عبر المدينة وهي ترقص وترقص وترقص، أو بالأحرى كان الحذاء الأحمر هو الذي يرقص. النجدة، النجدة، ساعدوني، لا أستطيع التوقف، ماذا أفعل؟ النجدة. استمري في الرقص، ارقصي بحذائك الأحمر وإلى الأبد. واستمرت كارين بالرقص ليل نهار ولم تتمكن من أخذ قسط من الراحة. وعندما مرت عبر مدينتها رأت جنازة السيدة التي ربتها. آه، كم رغبت كارين بالتوقف وطلب الغفران، ولكن هيهات. وأدركت كارين كم هي أنانية وعديمة الوفاء. كانت تعبة وجائعة ومرهقة وتكاد تلفظ أنفاسها، فنادت ربها قائلة: يا رب، يا رب، اغفر لي، اغفر لي خطيئتي يا رب. وبعد مرور فترة من الزمن قدم إلى المدينة أحد الرحالة حاملا حذاء أحمر
وجده في مكان ناء لا ماء فيه ولا إنسان.